دلوقتي يلا بينا نروح على مدارككم الافتراضي الشارع الابيض. اهلا بيكم في الشارع الابيض. وطبعا احنا كلنا عارفين ان عشق الكوره ملوش وصف، وعشق الزمالك ليه طبع كده خاص. فالنهارده احنا معانا تقرير جميل جدا الحقيقه، اتمنى ان هو يعجبكم، مع صاحب كشك زملكاوي محمد لاتينو على سور النادي من 40 سنه، عاصر اجيال مختلفه، وكان مقصد لكل المشجعين والاعضاء اللي كانوا وما زالوا بيروحوا نادي الزمالك. يعني احنا اتكلمنا مع لاتينو طبعا في ذكرياته، مين من اللعيبه الكبار القدام، وكمان حبه للزمالك كل السنين اللي فاتت دي، وازاي انه على مدار 40 سنة عاصر تطور نادي الزمالك طبعا من الخارج بتواجده على سور مدرسة الفن والهندسة. تعالوا نشوف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. من حوالي 40 سنة والكشك ده موجود، كل لعيبه نادي الزمالك او معظم لعيبه نادي الزمالك بتتوافد هنا على الكشك، هنا بيرتاحوا هنا في المكان الزملكاوي اللي هنتعرف عليه اكتر من خلال محمد عبد الرحمن صاحب الكشك الجميل اللي احنا موجودين فيه. ازيك يا محمد وعامل ايه؟ منورين الدنيا كلها، ربنا يخلي حضرتك. الحمد لله. البدايه محمد، انت زملكاوي طبعا والاسره كلها. ابا عن جد، اولادي زملكاويه، ابويا الله يرحمه زملكاوي، جدي، العيله كلها زملكاويه. الكشك اللي احنا فيه دلوقتي من 40 سنة هو موجود في نفس المكان؟ تقريبا من 81. من 81 الحاج اللي كان موجود حمو هو اللي كان عامله. ايوه. وانتوا بقى بدأت تدخل هنا امتى بقى؟ والله يعني احنا كنا نخلص المدرسة ونيجي هنا دايركت، انا واخويا. يعني اخلص المدرسة بدأت هنا من وانا في اولى اعدادي. من صغري كنت بشوف فطاحلة الكورة، كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي، لا كنت بشوفهم بيجوا هنا، بشوفهم باستمرار. شفت كابتن الكوارشي، مر علينا نجوم كتير، اجيال كتير، سواء كان في الادارات، في الالعاب كلها، باسكت، هاند بول، فولي، كره قدم، جميع الالعاب. اهم بطوله انا حضرتها عن نفسي موسم اللي انتهى، كنا احنا بنلعب الاسماعيلي والاهلي بنلعب انبي واخدنا الدوري. اليوم دوت انا عمري في حياتي ما انساه. شوارع حوالين النادي كارنفال، من رابع المستحيل ان اي حد ينساه، وديت من الايام اللي هي حافره في الذاكره. وفي طبعا ايام كتير وفي بطولات كتير، وكان من اهم الاحداث اللي حصلت برضو وقلبت الشوارع هنا حول نادي الزمالك، كابتن حسام ابراهيم لما جم مضوا لنادي الزمالك، الدنيا بره وجوه كان مش عارف اوصف لحضرتك. كابتن محمد ابو جبل، دايما هو يحب الكابتشينو، كابتن طارق حامد يحب القهوه البندق، كابتن الكبير محمود سعد يحب الهوت شوكليت جامد جدا، كابتن جمال حمزه يحب القهوه اللي انا شايفه بعينيا. من تعاملاتهم مع الناس الثانيه، والله العظيم يعني ناس ربنا يا رب يكرمهم ويديهم كمان من الخير اللي هم بيعملوه، سواء منظور او غير منظور، ان انا قريب من اللعيبه ديت وعارف هم بيعملوا ايه وعارف تعاملاتهم مع الناس عامله ازاي. في لعيب مثلا بيجي يقول لك محمد ابعت لي حاجه، يبعت لك حد يبعت لي حاجه؟ بل في الهاند بول الكابتن حسن يسري، جهاز الهاند بول كابتن احمد الاحمر طبعا هنا دايركت على طول، عارف كابتن احمد وكابتن مصطفى الاحمر عارفينه من زمان، من زمن الزمن. بصراحه اللاعب اللي انا نفسي اشوفه ويجي لي هنا وما جاليش ولا مره كابتن شيكابالا. ما جاش. شيكابالا شايف التقرير دلوقتي شايفنا. منور يا كوتش، منورين كلكم والله العظيم. حاسب اللعيبه لما بتيجي بيدفعوا فلوس؟ طبعا بيدفعوا فلوس، مفيش حاجه ببلاش. طبعا طبعا بيدفع. طبعا 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 بتقول لهم لا او خلي. طبعا يعني انا بغض النظر، وجوده عندي هنا شرف ليا. اللعيب لما بيجي معاك هنا في لعيبه دمها خفيف بقى صح؟ بيقعدوا يهرجوا معاك ويضحكوا معاك؟ كلهم والله العظيم، كلهم بلا استثناء، كلهم بلا استثناء روحهم حلوه. محمد انا بشكرك، وهتعزمنا على شاي بقى ولا هتعمل لنا قهوه؟ الدنيا كلها تحت قهوه. طبعا احلى قهوه في الدنيا. ده يلا بينا نعمل قهوه. عينيا.